السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم غندير معكم واحد جوج فطائر مختلفين في الأشكال وفي الحشوات. غادي نحتاج واحد 250 غرام ديال الحليب أو لا مليليتر، تيكون دافي بطبيعة الحال. عندي أبيض بيضة، عندي 3 معالق ديال زيت الزيتون، عندي معلقة كبيرة ديال الزبدة، عندي معلقة كبيرة ديال الخل، وعندي معلقة كبيرة ديال السكر، معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية، وشوية الملح بطبيعة الحال. غادي نوضع هنا جميع السوائل أو جميع المكونات اللي عندي، غادي نخلطهم، ومن بعد غادي نضيف تقريبا عندي 350 غرام ديال الدقيق، وممكن ما نديرش ديك 350 غرام كاملة. غادي تحصلوا على عجين اللي كيكون مرخوف شي شوية، وعلى حسب ثاني الطحين كان اللي كيشرب، يعني كيف ما قلت لكم عينكم ميزانكم في الطحين، تقدروا ما ديروش ديك 350 كاملة. المهم غادي تشوفوا لا تيكستور ديال هاد الفطائر كيفاش غادي يجيو. ومن بعد ما غادي نخلط هاد الشي كامل، شوف راه كنجمعها غير بسباتيول، راه ما دلكتها ما حتى شي حاجة. من بعد غادي نضيف هذيك المعلقه ديال الزبده، وغادي ندخل مزيان الزبده في الخليط، يعني في الطحين، وصافي. غادي ندير واحد الخويط ديال زيت الزيتون، وغادي نغطي عليها ونخليها حتى تخمر. دابا غادي ندوزو نحضروا الحشوه اللي غادي نعمروا بها الفطائر هادو. الحشوه الاولى غادي نحتاج فيها البصله مع شويه الزيت مع شويه الزبده، غادي نخليها حتى تحس ليا تتولي كراميليزي وتتعطينا داك اللون مارون. هنا عندي الكفته، ضفت عليها مطيشه كونسونطري، وكذلك الفلفله، مركزه الفلفله راه كنت محضره عندي في واحد الفيديو. وغادي ندير التوابل، عندي شويه التحميره، شويه ديال توابل الكفته كيف ما شفتوا، شويه المعدنوس، شويه الملحه، وشويه الابزار، وصافي. هادو هما المكونات اللي غادي ندير، وكنضيف شويه ديال الماء، وغادي نخلي هاد الكفته هادي تطيب تقريبا مده ديال شي 20 دقيقه. صافي غنطفي عليها. هنا العجين ديالي خمر ما شاء الله، ودابا غادي نقسمها على جوج كرات، وغادي نسرحها على شكل مستطيل. من بعد ما سرحت العجين غادي ندير اي جبن عندكم، فانا درت هذا النوع هذا اللي عندي. ودابا غادي نضيف الكفته من بعد ما طابت، وغادي نضيف فوق منها البصله اللي قلت لكم خصها تعسل مزيان، كتعطينا داك الطعم ديال كتجينا معسله، كتعطي واحد المذاق بوحدو صراحه ضروري. راه وقيلا نسيت ما قلت لكم ان كندير واحد شويه الملحه وشويه ديال البزار. و غادي ندير هنا قطع ديال الموتزاريلا، ومن بعد غادي يعني غادي نقطع العجين بهالطريقه هادي. هاد القناص هادو غادي نسدهم بهالطريقه هادي باش ما تخرجش ليا الحشوه، ونكون متاكده بانه مثبته العجين مزيان. غادي نقطع الاطراف، ممكن ديروا غير الموس او هذا الموس ديال البيتزا اللي بغيتو ماشي مشكل. المهم غادي نقطعهم شرائط، وكنحاولوا نخالفوا الطريقه ديال التقطاع. صافي كنبدا نسد الشرائط بهالطريقه هذه، وكنحاول نخالف ونشكل الفطيرة ديالتي بالطريقة دي باش تعطيني واحد المنظر. ومن بعد غادي ندوزو الفطيرة الثانية والتشكيل ديالها تا هي.
ني وضعت الفطيره في اللاطه اللي غتدخل الفران، نفرش عليها البابي كويسون، كنجمع عليها غير الجناب ديالها بالطريقه هذه. بالنسبه للفطيره الثانيه ديجا سرحتها ودرتها على شكل مستطيل. غادي ندير هنايا الحشوه كيف ما قلت لكم، غير الطون باللي كيتباع بالصلصه ديال المطيشه، وهنايا درت الفلفله خضراء وفلفله، ممكن ديروا الفلافل اللي عندكم ماشي مشكل. المهم انا درتهم خضرين، وغادي ندير شويه من الفلفله حاره، وغادي ندير الفرماج غابي. ملي غادي نكمل هاد الحشوه اللي عندي، غادي نلف الفطيره بهالطريقه هادي، والجزء الاخراني اللي غادي يبقى غادي نقطعو شرائط، وغادي نبدا نضفر كل ثلاثة ديال الشرائط، غادي نديرهم على شكل ضفيرات، وغادي نثبتهم بطبيعه الحال بالطريقه هذه. غادي نخليكم مع الطريقه ومع التتمه ديال الفيديو، ونرجع معكم من بعد. هنايا من بعد ما كملت الفطيره يعني لفيتها كيف ما قلت لكم، هنا غادي نشكل ضفيرات بهالطريقه هذه. كنديروا كل ثلاثه ديال الشرائط كنضفروهم وتنوضعوهم بهالطريقه هذه، وتنحاولوا نثبتوهم باش ما يتحلوش لينا. بالنسبه باش غندهنهم اصفر ديال البيض مع شويه ديال الصوجه شويه ديال الخل، وغادي نزينهم بالزرارع، ممكن ديروا البافو، ممكن ديروا الزنجلة البيض، سانوج، يعني اللي عندكم متوفر ماشي مشكل. راه ما عاودش خليتهم خمروا، مجرد ما كملت يعني دهنتهم وزوقتهم بالزرارع صافي دخلتهم الفران، يعني كيكونوا هما جايين في الخميره، فما كنعاودش نخليهم يخمروا المره الثانيه. صافي غادي ندخلهم بطبيعه الحال يطيبوا. غادي نتلاقى معاكم من بعد ما تيخرجوا لي من الفران وتيتحمروا وتعطيونا واحد الشكل زوين، وكذلك يجيو بنان ديك الحشوه. بالنسبه للحشوه راه نتوما عندكم اختيار، ممكن ديروا اي حشوه بغيتوا، انا مجرد تقاسمت معاكم افكار، وكنتمنى يعجبوكم. ما تنسونيش من لايك ومن بارتاج، وبقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه، ونخليكم مع تتمه الفيديو إلى وصفة قادمة إن شاء الله بحول الله.